مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، هيتم إطلاق فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر لتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. النهاردة هتبدأ هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات ثالثة مكيفة من القاهرة للإسكندرية يومياً بمناسبة بدء فصل الصيف. النهاردة واستمراراً للجسر الجوي اللي سيرته مصر للطيران الناقل الوطني لنقل حجاج بيت الله الحرام للأراضي المقدسة، بتسير الشركة السبت 17 رحلة جوية للأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد الأسباني مع بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا الساعة 10 بالليل على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.